لو ذبح الإنسان ذبيحة وتصدق بها على نفسه لأنه محتاج إليها، هل هذا يجوز؟ نعم، إذا كان محتاجا وأنفق على نفسه فإنه يؤجر على ذلك، ما يقال هذا صدقة، يقال هذا نفقة على نفسه، وهو أولى، يبدأ بنفسه ثم بمن يعول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ بنفسه ويؤجر على هذا، لأنه أحسن إلى نفسه، ولأنه تعفف عن الناس، تعفف عن سؤال الناس، استغنى عن الناس، فيؤجر على ذلك.